رقم سادس، اليوم حنحل أسئلة الوحدة صفحة 40. نبدأ بالسؤال الأول. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة الخاطئة. طبعاً نحلهم على الدفتر يا سادس. ألف، توصل المصابيح في الدارات الكهربائية على التوالي للحصول على شدة إضاءة أكبر. غلط، إحنا حكينا للحصول على شدة إضاءة أكبر يجب توصيل المصابيح على التوازي. يجب توصيل المصابيح كيف؟ على التوازي. إذن ألف خطأ. باء، المواد جميعها في الطبيعة توصل الكهرباء. غلط، المواد عندي قسمناها إلى مواد موصلة ومواد عازلة، فعشان هيك ليست المواد جميعها توصل الكهرباء، فعشان هيك باء إكس. جيم، يضيء المصباح الكهربائي عند فتح الدارة الكهربائية. عند فتح الدارة يضيء المصباح. غلط، متى يضيء المصباح؟ يضيء المصباح عند إغلاق الدارة الكهربائية. وإحنا لما عرفنا الدارة الكهربائية شو حكينا عنها؟ إيش عرفنا؟ هي المسار المغلق، هي مسار مغلق. دال، تعمل البطارية في الدارة الكهربائية على تزويد الشحنات بقوة دافعة لتوليد تيار كهربائي. إجابتي صح، لأن البطارية هي اللي بتخلي الشحنات تتحرك، هي اللي بتخلي الشحنات تتحرك في الأسلاك. ننتقل للسؤال الثاني. لديك المواد الآتية، عندك مصباحان، بطارية، وأسلاك توصيل، ومفتاح كهربائي. فرع ألف، إيش بيحكي لي؟ بيّن بالرسم طريقة توصيل المصابيح على التوالي وطريقة توصيله على التوازي. طبعاً شوفوا كيف بدي أرسمهم. على أول إشي خلينا نرسم على التوالي. هون بدي أرسم على التوالي، هاي فرع ألف، هون بدي أرسم على التوازي. طبعاً أنا إيش بحكي لي؟ عندك مصباحين على التوالي حيكونوا أكيد جنب بعض. أول إشي بنرسم عندي بطارية، هاي عندي هون بطارية، أو بتقدروا ترسموها طبعاً بالرموز. خلينا نرسمها بالرموز أسهل لنا. هون عندي بطارية، تمام، وهون رح يكون عندي إيش؟ مفتاح، هاي مفتاح، إذا بطارية مفتاح، وهون حيكون عندي المصباح الأول وحيكون جنبه المصباح الثاني، وهي عندي الأسلاك. ليش؟ إنه حكالي على التوالي، فهتكون المصابيح بجانب بعضها البعض وبكون عندي فقط مفتاح واحد، تمام؟ لأنه حكالي وصلي لي إياها أول مرة على التوالي، فالمصباحان حيكونوا بجانب بعضهما البعض ويكون عندي مفتاح واحد. طب حكالي وصلي لي إياها على التوازي، لما بدي أجي أوصل على التوازي نفس الشيء، حيكون في عندي بطارية واحدة، تمام، بس كم مفتاح رح يكون عندي؟ رح يكون عندي لكل مصباح مفتاح. فهون عندي حيكون المصباح الأول إله مفتاح خاص فيه، وهون في عندي مصباح تاني وحيكون في إله مفتاح خاص فيه. إذن في حالة التوصيل على التوازي يجب أن يكون المصباحان فوق بعضهما البعض، تمام، مش زي التوالي بيكونوا بجانب بعضهما البعض. وكمان في حالة التوصيل على التوالي بيكون في عندي بس مفتاح واحد، أما التوازي حيكون في عندي فقط مفتاحان، تمام. هاي فرع ألف. فرع ألف، أي طريقتان تكون باء؟ ننتقل إلى فرع باء. هون أي طريقتان تكون إضاءة المصابيح فيها أقوى؟ أكيد حتكون على التوازي، إذن جوابي حيكون توازي. طيب فرع جيم، ماذا يحدث عند تعطل أحد المصابيح في حالة التوصيل على التوالي؟ إيش رح يصير لما تتعطل أحد المصابيح في حالة التوصيل على التوالي؟ إيش رح يصير؟ تتعطل باقي المصابيح الأخرى ولن تضيء. هون بدي أجاوب لكم يا جيم، إذن إيش حجاوب جيم؟ تتعطل، مش تتعطل، ما بنحكي تتعطل، لن تضيء، ها، لن تضيء المصابيح الأخرى، تمام. طيب دال، ماذا يحدث عند تعطل أحد المصابيح حال التوصيل على التوازي؟ إذا تعطل أحد المصابيح في حال التوصيل على التوازي هل تتأثر المصابيح الأخرى؟ لا، لن تتأثر، لن تتأثر المصابيح الأخرى وتبقى إيش؟ الأخرى وتبقى مضيئة، لن تتأثر المصابيح الأخرى وتبقى مضيئة. ننتقل إلى السؤال رقم 3. طبعا سؤال رقم 3 أنا مجاوب لكم إياه. إيش بيحكي لي سؤال رقم 3؟ صف كيفية، صف كيفية حدوث البرق ووضح، وضحها بالرسم. هون هي سؤال 3. طبعا إحنا حكينا يحدث البرق يا سادس، يحدث البرق عندما تمر سحابة يحمل طرفها السفلي شحنات سالبة فوق سحابة أخرى، السحابة الأخرى يحمل طرفها العلوي شحنات إيش؟ موجبة. فإن الشحنات السالبة للطرف السفلي من السحابة الأولى رح تنجذب نحو الشحنات الموجبة على الطرف العلوي للسحابة الثانية. يعني هاي عندي سحابة علوية، هاي السحابة الأخرى، عفوا هاي السحابة الأولى، هاي السحابة الثانية. الطرف العلوي للسحابة الأولى موجب، طرفها السفلي سالب، هذا الطرف السفلي السالب رح ينجذب مع مين؟ مع الطرف العلوي الموجب، محدثا شرارة هائلة في السماء تسمى البرق، تمام، تسمى البرق. طيب سؤال رقم 4 إيش بيحكي لي؟ اقترح رسما. هون سؤال رقم 4 يا سادس، هون اقترح رسما لدارة كهربائية توصل فيها البطارية مع 3 مصابيح على التوازي لكل منها مفتاح خاص. طيب انت في عندك بطارية و3 مصابيح على التوازي ولكل منها مصباح خاص، ايش بدك تعمل؟ بتحطهم فوق بعض. طلع كيف بدي ارسمها؟ عندي هون بطارية،
تمام. هون ايش بحط؟ بحط المفتاح الاول وبحط جنبه ايش؟ بحط جنبه المصباح الاول، وباجي تحتيه مباشره بحط المصباح الثاني وجنبه المفتاح الثاني، وتحتيه بحط المصباح الثالث وجنبه المفتاح الثالث، لانه حكالي التوازي فاكيد راح يكون لكل مصباح مفتاح، حيكونوا فوق بعض، حيكونوا فوق بعضهم البعض، حيكونوا فوق بعضهم البعض. ننتقل لاخر سؤال يا سادس. عندي هون ادرس الدارتين الكهربائيتين المبينتين في الشكل، ثم اجب عن السؤالين اللي بعدهما، طلعوا لي كيف الف المصباحين بجانب بعضهما البعض. اذا هون حتكون توالي مبينه، ليش انهم بجانب بعضهما البعض؟ اما هون المصابيح فوق بعضهما البعض، فايش حيكون عندي بقى؟ توازي. اذا حدد طريقه توصيل المصباحين في كل من حالتين. حكينا الف توالي لانه بجانب بعضهما البعض، اما باء توازي لانهم فوق بعضهما البعض. باء اذا تعطل المصباح واحد عن العمل في الحالتين الف وباء، فماذا تتوقع ان يحدث إضاءة المصباح الثاني في كل منهما؟ خلينا نيجي نحكي في الحالة ألف. في الحالة ألف إيش حيصير؟ في الحالة ألف لأنهم موصولين على التوالي، المصباح الثاني، المصباح الثاني لا يضيء، سوف يتأثر ولن يضيء، لأنه في حالة التوصيل على التوالي لو تعطل واحد من المصابيح فإن المصابيح الأخرى لن تضيء. طيب في الحالة باء، في الحالة باء إيش حيصير عندي؟ المصباح الثاني إيش ماله؟ يبقى مضيئاً، ها لن يتأثر، لن يتأثر ويبقى إيش؟ يبقى مضيء، يبقى مضيء، وتزداد، ها وتزداد شدة إضاءته، تزداد شدة إضاءته يا سادس. لهم نكون كملنا أسئلة الفصل، ويعطيكم ألف عافية.